أسباب النزول. أسباب النزول. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بين المسلمين في الخصومات ويحل النزاعات. وذات مرة نشأ خلاف بين الزبير بن العوام وجار له من الأنصار في شراج الحرة، وهي المجاري التي يسيل منها الماء فيسقون منه أرضهم. وقد كان الماء يمر بأرض الزبير قبل أرض الأنصاري، فيحبسه الزبير لإكمال سقي أرضه أولا ثم يرسله إلى أرض جاره. فقال الأنصاري: سرح الماء يمر. فأبى عليه، فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري فقال: آن كان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، وهي الحواجز التي تحبس الماء. فأنزل الله عز وجل في شأن ذلك قرآنا يتلى، فقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسباب النزول. أسباب النزول.